هعمل بانكيك صحي. عندي هنا كوباية دقيق شوفان انا طحنته، وعلبتين زبادي، 4 بيضات، و4 حبايات موز، وشوية فانيليا مع معلقة صغيرة بيكنج باودر. همكس كل دول في الخلاط، سيبه 10 دقايق يرتاح. لو عندكم البوتاجاز العادي اخبزوا البانكيك على نار واطية جدا، او على 1.5 لو هو بالارقام. عندي هنا الطاوة سخن، واسيبه 3 دقايق على الوش اللي تحت، واقلبه على الوش التاني برضو 3 دقايق. بعد 3 دقايق واسيبه برضو 3 دقايق كده. ده موريكم من تحت، ده الجزء اللي تحت. كده البانكيك جاهز، بانكيك صحي بالموز والشوفان.